والنجاح. مشاهدينا متابعينا عشاق الأصالة أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. تحية وسلام من أرض التاريخ والأصالة هنا من هذا الميدان، تحفة ميادين السباقات، ميدان المرموم الذي يعلن انطلاقة أشواط هذا المساء وتحديات هذه الأمسية الخاصة بسن التحدي، سن الإذاع. على بركة الله نتواصل في أول الأشواط وتعلن انطلاقتنا الأولى في هذه الأمسية الجميلة والمؤكدة لاندفاع رياضة الأصالة على أرضية هذا الميدان. الشوط الخاص بالإبكار، المحليات الأصائل الذي يدشن باكورة سباقاتنا في هذه الأمسية المميزة. نرحب بالحفل الكريم المتابع لانطلاقات هذه الأمسية، كذلك ترحيبنا بمشاهدينا الأعزاء المتابعين عبر قناة دبي ريسنج الناقلة لاندفاعات رياضات الأصالة هنا من هذا المكان. نبدأ بالمقدمة، نسير إذن بالانطلاقة الأولى، نتابع التحديات التي تحمل هذه البداية ومقدمة الشوط. هناك الهجوم القادم من غاية على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان غدير، ولكن الغاية هناك امتلكت غاية زمام الأمور في هذا الشوط ونقلت وحققت مسار البداية الأولى مع هذا الاندفاع، مع هذه الانطلاقة، ونصل إلى خط النهاية ما شاء الله وتبارك الله بدون أوامر، وما شاء الله كما يقال الغاية تبرر الوسيلة والوسيلة. هنا الصمود حتى خط النهاية لوصولنا إلى الغاية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتهانينا أيضا للخطير أحمد بن سلطان بن رشيد على هذا الأداء الجميل والمميز. المركز الثاني الشايبة لهجن العاصفة، والمركز الثالث شواهين لهجن العاصفة في هذا الانطلاق وفي هذا التواصل. المركز الرابع الشايب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس غريبه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم اللي وصلت ايضا فيها المركز الخامس. هذه المراكز الاولى والاثنين.